وزير الدفاع التركي خلوسي أكار في طرابلس. بعد أيام على تمديد عمل القوات التركية في ليبيا 18 شهرا إضافية، تمديد يحمل في طياته دلالات كثيرة. استمرار تقديم الدعم العسكري والأمني لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، دعم تضمنه اتفاقية التعاون الموقعة مع أنقرة للارتقاء بالمنظومة العسكرية الليبية. أهمية التعاون بين تركيا وليبيا، وتأكد دعم تركيا لحكومة الوفاق الحكومة الشرعية، وكذلك بالنسبة للمؤسسة العسكرية، نحن كما تعلمون لدينا اتفاقية موقعة مع تركيا في هذا المجال، فهي تدعم هذا المسار، تدعم الجهود المبذولة من أجل التدريب. أهمية فرضتها مستجدات الأوضاع على الأرض، مستجدات قد تقوض جهود الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ما يفرض إجراءات لصد أي تصعيد محتمل من قوات حفتر. إذا فرضت علينا الحرب فهذه المرة لن نكتفي بصد العدوان فقط، بل بإنهاء أي مصدر للعدوان، وهذه أمور في غاية الوضوح وغاية الأهمية. وأيضا التنسيق سواء كان العسكري أو السياسي هي رغبة في العمل على تطوير العلاقة بما يخدم مصالح البلدين ويضمن تحقيق مزيد من فرص الأمن والاستقرار في ليبيا. زيارة الوفود الرسمية التركية إلى طرابلس باتت مكثفة خلال الفترة الأخيرة، زيارة تندرج في إطار استمرار التعاون القائم بين الجانبين، تعاون هدفه دعم قوة حكومة الوفاق بهدف بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية. عبد الناصر خالد، العربي